بحبك كمان. شغلت مراي امسك نفسك ولا شوي بتنزلي على عكر بتصبحي راي كله زي الفل ابو رحيم. وايه فايده المال ما دام البال مش راي هطلع يا لو كان ابويا انا بعصيت الادب قدبني ما كنت مشيت مع صاحب السو بفعله السو قدبني ابي وقال لي ابني احلف انك مش هتعمل كده تاني من النصيحة انا واعمل كده ابني قولوا رحمته العمر ولا وادر والشيب انت يا ابني صون حرمة الناس تنصان حرمتك يا ابني اوعى ماشي الشيطان والعوج لا تروح ببلاش يا ابني انا كل ما انسى عليك حنان قلبي ليك يغلبني شكل اللي عملته زمان بكرة يخلصوا ابني رئيس المباحث اللي يمسك في منطقتكو دي يبقى امد عياله فيتوصل الدعوة بنفسك اعزح من طريقها الشق اللي في قميصك ده هيكون في بطن المحروس سيبك اخوة الشق امسح انا عايزك تهدى يا رحيم انتو باش منتبه وانا مش منطقش عشان ايه دايما بغضي وعد الواحد بطول يا رحيم احنا معادش لينا وعد مع بعض اهو لا انا راضي عنك ولا انت هترضى عني الواد اتبدل يا شيخ مستحيل يكون ده رحيم اللي انت نافضه من ظهره انا مش هسيب نفسي لحد ما اضطر اللي بعمله دلوقتي مزاج اعمله بعد كده غصب عني تعرف لو حد منكم ولا من اللي فوقيكم مس شعره من رحيم وديني وما اعه لكم القلب سيادتك دي شيلة تلاوة عليا وباب السما كبير بيساعد عاوي كله